أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الرئيس المصري يتوعد بالرد على مرتكبي هجوم مسجد سيناء الذي أودى بحياة 235 شخصا. الشرطة البريطانية تعلن انتهاء حادثة لندن وتعيد فتح محطة مترو أوكسفورد. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول إن 95% من متهمي الفساد قبلوا بإعادة الأموال. التحالف العربي يسمح باستئناف رحلات الركاب الإنسانية إلى مطار صنعاء وفق الأمم المتحدة. قوى المعارضة السورية تتفق على إرسال وفد موحد إلى جنيف. مقتل 20 مسلحا من طالبان في ضربة جوية وفق مسؤولين أفغان. عشرات الألاف يتجمعون لتنصيب منان جاجاوا لرئيس زيمبابوي. ودراسة حديثة تكشف انتقال مرض جنون البقر بين البشر عبر الجلد.